Saco el barro, Ana, saco, sí, saco el barro, saco. في بروبلم بيسموها ريدرز رايترز بروبلم، هذا مهم كتير وموجودة عمليا. التعريف تبعها كالتالي: بيكون في some shared data area أو shared data object، تمام، shared between كذا process، يعني كذا بروسيس بيعملوا اكسس للشيرد داتا. الداتا ممكن تكون فايل، سم بلوك اوف من ميموري، اليوم سم شيرد داتا اوبجكت. والبروسيس اللي بيعملوا اكسس للداتا هذه ممكن نقسمهم لتو كاتيجوريز. نوع فقط بيقرا الداتا بنسميهم ايش؟ ريدرز. والباقي بيعمل موديفاي على الداتا، رايت ابديت، بنسميهم ايش؟ رايترز. والمفروض البروسيس هذول لما يعملوا اكسس للاوبجكت انه نلتزم بالشروط التاليه، والا بيحصل شوس لخبطه، تمام. في اي وقت من الاوقات ممكن نسمح باي عدد من الريدرز يقراوا الفايل كونكرنتلي سيمتينيسلي، لانه هو اذا بيقراوا بس في لحظه لما فل الشابتر المشاكل، اذا كان في حد في طريق بده يغير مشاكل ولا هذا يسوي البروبلمز. لكن اذا هم مجرد ريدرز نسمح لاي عدد، واحد ثلاثه قد ما يكون. There is no restriction على عدد ريدرز اللي ممكن يقروا simultaneously، قصده concurrently، concurrently، تمام. لكن بالنسبه للرايتنج مش هنسمح على اكثر من ورا من ورا من وان رايتر ات اي تايم، مش هنسمح على اكثر من ايش؟ من اللي هو وان رايتر، يعني تو رايترز مش هينفع، تمام. ورايتر مع ريدر مش هينفع. اذا في رايتنج كم رايتر بيكتب؟ لانه هذا رايت، رايت ما يخلص، رايت ايش؟ ما يخلص. فبالنسبه للريدرز المفروض ما يمنعوش بعض، صح ولا لا؟ اذا في ريدر او اثنين اوريدي بيقروا في الداتا، واجى كمان ريدر جاب بيقرا بيخش معهم بيقرا كونكرنت، ما فيش اي ايش؟ بروبلم، مظبوط ولا لا؟ لكن لو في رايتر عمال بيكتب، لو اجى رايتر جديد المفروض نمنعه، لو اجى ريدر جديد مفروض يمنع. الرايتر ما ينفعش يكون ايش؟ اللي هو لحال. بداية نميز نشوف ايش الفرق بينها وبين الجنرال ميوتشال اكسكلوجن بروبلم، وبين البروديوسر كونسيومر ايش؟ البروبلم. لاحظي في الريدر اند رايترز، في ريدرز وفي اللي هو رايترز. اوكي. الاعم من هذا ان خلوا البروسيس نفسه ممكن تقرا مرات وممكن تقرا ايش؟ تكتب حسب حاجتها، مش هيك ولا حاجه ايه؟ حاجتها، حسب حاجتها، واخد بالك. وبالتالي في اي بروسيس سواء ريدنج او رايتنج للاوبجكت، اوكي، في الوقت هذا بنعمل بنقول الكود هذا از كريتيكال سكشن كود، تمام، واذا اتز ريدنج او ايش؟ رايتنج. وهذا اللي كنا ماشيين عليه لغايه هذه اللحظه، مش هيك ولا لو في شيء كريتيكال
طب في شيء اللي هو اكيد كده يعني بيعمل شير لا بيعمل اكسس عشان يقدر ريد اول رايتنج. تمام، بنسمح لكامبوس تعمل اكسس جاست وان وريد او رايت مالناش دعوه. تمام، ريد اول رايت هذا الجنرال وعملنا له حلول مش هيك ولا كذا حل. لكن عيب اذا انا حصل بالطريقه هذه معناته لو في ريدر از ريدنج واجى ريدر ثاني بده يشتغل هعمله بلوك، مع انه ما بيضرش نقرا ايش معناته الجنرال كيس اللي احنا لحد الان درسناه انه وذر ات از ريدنج اور ات از رايتنج طالما شغال على ايش قال على شورت اوبجكت بنسمح له كان ما نخش اكتف تايم جاست وان بوست. لكن لقيت حبينا نستفيد بخصوص المساله لقيت احنا بروسيسز قلنا لقيت نوعين في ريدرز وايش وفي رايترز. طب ايش يمنع انه اذا في مجرد ريدنج يخش كمان واحد يعمل ريدنج؟ كيف؟ في الاول لكن لقيت ما هو اللي بيكتب الكود بيكون شفته في الميل لما كنا بنكتب كنا بنقول بارت بيجن وبيعمل كده بس بي 1 2 لغايه بي ان. يعني اللي بيعمل كاش بروسيس الديفلوبر اللي بيكتب في بيكون عارف هذا ايش وايش وهذا ايش بتسوي. هي نوز ايش كل واحد ايش بتسوي سواء بتقرا او بتكتب او بتقرا او بتكتب ايش بتعمل. بالتالي ممكن في بعض التطبيقات يصنف اقول هدول ريدرز للاوبجكت هدول ايش وهدول في ار ايش رايتر ويستفيد من خصوصيه الايش اللي هي المساله يستفيد من خصوصيه ايش اللي هي المساله. وبالتالي اللي هو فنطه مثلا خمسه ريدرز وخمسه رايترز ما فيش مانع يكون الخمسه ريدرز يكونوا ريدنج ات ذا سيم تايم بدل ما يخلي واحد ورا الثاني ويصير لهم ديلي ويقل الثروبوت وبالتالي ويزيد الريسبونس تايم يخليهم يقروا كونكرنتلي. مش اي مشكله مش اي اشكاليه مظبوط ولا لا؟ بيكون اللي هو افضل. اوكي بيكون ايش اللي هو افضل. بدي لك هنا لما تعمل شيء خاص ساعتها بتعمل مور افيشنت سوليوشنز مور افيشنت ايش سوليوشنز يعني تبع العمال بالنسبه للمشرك سوليوشن عمل كذا سوليوشن صح ولا لا؟ من السوليوشن من الهاردوير كلهم دي ار وركينج مفيش اي مشكله فانكشنالي شغالين. لكن في مساله خاصه هذه دي ورك برضه بس حيخلي كل واحد لحاله يقرا او يكتب شيك ولا لا؟ احنا بما انه ريدرز اند رايترز بدنا نسمح لاي عدد منهم يقرا ات ذا سيم تايم. لكن في حاله الرايتنج كم واحد يعمل رايتنج؟ جاست وان ايش؟ وان اللي هو بروسيس. اوكي بدي لك مثال اللي هو بسيط. اوكي لو اقول لك انا في عندي شير لايبرري كاتالوج مكتب تمام في اليوزرز العاديين الناس اللي بيقروا كتب ويستعيروا كتب مجرد بيقروا كتب بدور على كتاب. اوكي هذول مجرد بدور على كتاب يعني مش عامل موديفاي اللي هي الكتاب مش هيك ولا او لعنوانه او لتاريخه او او لرقمه او كذا مظبوط ولا اليوزر اللي هو العادي. اوكي لكن لو قلنا الابيانس اللي هو الموظفين تاعون اللي هي المكتبه طبعا بيعمل اكسس على الكتب ممكن يعمل ابديت للكتالوج يعملوا رايت يضيف كتاب جديد يحتفظ كتاب قديم يغير مثلا في الرقم الاساسي تبع الكتاب بيعمل ابديت لبيانات الكتاب مش هيك ولا هذا هي ايش رايتر. بالجنرال لو انا حاشي على جنرال سوليوشن اللي كنا شايلين عليه حتى الان لو يوزر اشتغل على بدوش على الكتاب يدور على الكتاب يدور مجرد سيرش هذا ريد بس تمام. لو اي يوزر بده يعمل سيرش هل حيقدر؟ مش حيقدر ما لهاش معنى مش هيك ولا صح الاشي حيفشل بس حيتعطل مش هيك ولا. اوكي لكن بالحل بالطريقة حشر فيها لقيت إذا أجا يوزع حشر على المكتب على الكتالوج على الفهرس فيش مانع يوزع ثاني يعمل شيش وثالث ورابع وخامس هذا سيم تايم كونكرنتلي على نفس الداتابيز من قبل أو من قبل الأولاني إيش يخلص ولا الثاني يخلص. لكن لو وظف المكتبة نفسه بدأ يعمل اللي هو أبديت على الكتالوج ما ينفعش يخش لا يوزر ولا إيش ولا موظف مكتبة ثاني لأنه في الحالة هي إيش؟ رايتر إيش؟ عبارة عن ايش؟ عبارة عن اللي هو رايتر وبالتالي يكون الاشي اسرع ووفرنا في اللي هي اشياء في الوقت. اوكي طيب هاي فرقنا بين اللي هي الجنرال كيس تبعت حل الميوشن سولوجن مع الريدرز اند رايترز بروبلم ضل هلقي تفرق بين الريدر اند رايتر والبرودوسر كونسيومر. اوكي هل ممكن نعتبر البرودوسر كونسيومر بروبلم حالة خاصة من ريدر اند رايتر بحيث نقول اللي هو البروديوسر مش بيحط ايتم
يعتبر كانه رايتر، انت لما اضاف ايتم البفر يعني غير في البفر حسب وغير في البوينترز مش هيك ولا ويظبط هي اس ايش؟ رايتر مظبوط؟ اوكي و والكونسيومر بياخذ مجرد بيقرا ايتم تمام ولا لا؟ نقول على الكونسيومر هي از ريدر، هل وبالتالي بتطلع البرودوسر كونسيومر اللي هي حاله خاصه من الريدر اند رايترز بروبلم؟ هل لا؟ ليش؟ لانه حتى الكونسيومر كمان لو بياخد ايتم تمام بيغير في البوينترز بيشتغل على البفر، وفي الاخر البفر حيكون لينك ليست على فكره او دبل لينك ليست حاجه من هذا القبيل، سم داتا استراكشر هيغير في ايش؟ سم اللي هو زي ما تقولي كنترول داتا زي البوينترز او وات ايفر اللي هي في البفر، طالما حيغير عليها يعني هي من ابلت يعني هي زي رايتر كمان يعني في جوهره برضه عباره عن ايش؟ رايتر. معناته لا البرودوسر كونسيوم بروبلم مختلفة مش هيك ولا؟ يعني دائما وان بوزر بيشل ات تايم وكمان وان بوزر ات تايم، ما ينفعش تو بوزر ايش مع بعض ولا تو كونسيومرز مع بعض ولا بوزر مع ايش؟ مع كونسيومر تمام؟ ولا بوزر مع ايش؟ مع اللي هو كونسيومر. واضح؟ اوكي هنشوف هلقيت حلين للبروديوسر كونسيومر بروبلم. الحل الاولاني بيدي الريدرز بريورتي اكتر، بمعنى لو في مثلا ستورد اوبجكت واجا ريدر وبدا يقرا في الداتا واجا كمان ريدر صاروا كم ريدر؟ تو ريدرز بينفع كونكرنتلي، وهم بيقروا اجا رايتر مرات ايش حيصير له؟ بلوك حيستنى، لو الرايتر از بلوك اجا كمان ريدر بيخش الريدر مع انه اجى بعد مين؟ بعد الرايتر، والثالث والرابع والخامس معاه في الحاله البريورتي لمين؟ البريورتي الاولويه لمين؟ للريدرز. اوكي؟ للريدرز. هنشوف حل بنشرح على هذا الاساس تمام؟ خلينا نشوف الحل باستخدام اللي هو السيمافور. باستخدام اللي هو السيمافور. ليش الشاشه عندي غامقه هيك؟ ما تتفتحش الشاشه عندي. ضبط الإضاءة. خلاص بارك الله فيك. لقيت حنشوف سوليوشن للريدرز اند رايترز بروبلم والأولوية لمين؟ للريدرز. ليش؟ للريدرز. في عندي الريد كاونت انتجر هذا از جلوبال فاريبل، هذا بيعد كرنتلي في كم ريدر بيقرا، لذلك انيشلي في المين وين المين تبعه كم؟ بزيرو في بدايه ما وين اعمل كريشن لريدر اند رايتر واحد لكن ممكن يكون اي عدد من ريدرز عموما مش شرط 1 ريدر. سولوشن ابلايز وذر ذير از هيجي 1 ريدر او 1000 ريدر او رايتر او 1000 رايتر بس هيشتغل بالشروط اللي اشتغلناها اللي ذكرناه. اوكي طيب هنا الريدر الريد كاونت قلنا بيعد عدد ايش؟ الريدرز اللي حاليا بيجرو في الشيرد اوبجكت تمام. وبعدين في عندي سيمافور اكس انيشال بكام؟ هذا حنشغله باينري سيمافور لانه الريد كاونت هذا از ايش؟ از شيرد هيشتغل عليه الريدر شغال كمان من الكتب مع مين؟ رايتر. هذا مرات بيعمل له انكريمنت تمام وهذاك بيعمل له ايش؟ انكريمنت تمام وبالتالي حيصير عليه ريس ويصير مشاكل مش هيك ولا؟ اذا اي واحد منهم هيشتغل عليه في الاول ايش؟ هيطلب مين؟ الاكس سيمافور. اذا اخذه بيقدر يشتغل على مين؟ على الريدر كاونت. بعد ما يمشي يخلص شغل منه بيسيب مين؟ بيسيب الاكس، بيسيب السيمافور اكس، واضح فايز الاكس عشان يفرض ميوتشوال اكسكلوجن على الجلوبال فاريبل اللي اسمه ايش؟ ليد كاونت، لانه هذا مرات بيعمل له اكسس للبروديوسر وما بيعرف مين اللي هو الكونسيومر، بيعمل له ابديت كمان تمام؟ ما ينفعش الاثنين يصيروا كونكرنتلي، لذلك محتاج ميوتشوال اكسكلوجن، وين حنعمل باستخدام مين؟ السيمافور، هذا وظيفه الاكس تمام؟ السيمافور اللي هو الاس ام النشر واحد ايش وظيفته؟ هذا وظيفته انه لو في رايتر تمام لو في رايتر بده يشتغل لازم ياخذ السيمافور هذا يعمل ويت عليه، اذا اخذه ساعتها اي ريدر يحاول يخش مش حيقدر زي ما حنشوف تمام. وبرضه نفسه هو نفس ال دبليو اس ام هذا ايش وظيفته؟ لو فيش ولا رايتر واجي اول ريدر لازم في الاول ياخذ الدبليو اس ام تمام المفتاح هذا السيمافور هذا، لو اخذه ليتر لو اجى رايتر مش حيقدر يخش تمام مش هيقدر ايش يخش،
طب لو اجى ريدر تاني هياخد بالجاموش اللي هو ايش؟ ياخد ياخد دبل زي ما هنشوف، لا هتكون اوريدي بتاخد من الريدر ايش؟ الاولاني، مش هيعرف ياخده اصلا لانه هيكون ماخد الاولاني وما سابوش، فاللي بالجاموش ريدر تاني ايش؟ يحاول يعمل عليه ريبوت، الاوريدي متاخد، مين اخده؟ الريدر ايش اللي هي الاول. خلينا نشوف ايه اللي هو الكود. عندنا في الكود تبع الرايتر اسهل، نبدا بالرايتر. شفت الرايتر خلوا بالكم هعمل لكم السيناريو التالي، ركزوا فيه. لو اجى اول مره رايتر وقال بدي اعمل سمويت، السمويت از 1 هياخد السيمافور ويرجع صح؟ ات ويل نوت ويت. بعدين رايت تو نت هيشتغل على البفر، هيضيف يونت، هيضيف ايش؟ تمام؟ لو هو بيشتغل على البفر كويس ولسه ماخذ السيمافور دبليو سيم، اجى ريدر اشتغل تمام اشتغل، طبعا الاول هيعمل انكريمنت للريدر كاونت، ريد كاونت، يبقى بده في الاول ياخذ الاكس، الاكس افيلابل الاول تمام، والكاونت وبعدين ريد كاونت بلس بلس هيصير ريد كاونت بكام؟ بواحد. هذا لسه اول ريدر، الكاونت بيساوي كام؟ ريد كاونت بواحد، يبقى يعمل وات على مين؟ على السب، لكن دبليو سي مين اللي ماخده؟ إذا الريدر هذا ايش هيصير له؟ بلوك. هيصير له ايش؟ بلوك. والرايتر لسه ما طلعش من ايش؟ من اللي كنت دي اجي ايش؟ صار بلوك، اجي بعديه اشتغل كمان ريدر. اعمل ويت كمان مرة على مين؟ على الاكس. هيصير له بلوك. لو الاكس لسه هذا ايش؟ ما سابوش مظبوط ولا لا؟ لسه ايش؟ ما سابوش مظبوط؟ طيب هنقول الرايتر بعد كده ايش؟ هيشتغل تاني هيكمل ويخلص من اللي من الكريتيكال كتب في الاخر يعمل اللي هي سيجنال امين على الدبليو سم. الدبليو سم في اللي هي ريدر ايش؟ عمال ويتنج عليه هيحصل له ايش؟ هيعمل له ويك اب صح؟ وينقل للايش؟ للريدي، وبالتالي هيكمل الويت وريت هتعمل ايش؟ ريتيرن، وتعمل ايش؟ ريتيرن تمام؟ وهيكون اخذ مين؟ دبليو سم. هيكون صار دبليو سم صار مين؟ الريدر اللي هو الاولاني. فريد هيسيب مين؟ اللي هو الاكس. الاكس هذه هتصحي مين؟ هتصير ريدي. قولي مثلا ايش هذا رجع كمل اشتغل لقيت بريد بريد عمال بيقرا تمام، بس هو بيقرا اجى انتربت راح يشتغل مين؟ الريدر الثاني. الريدر الثاني الوقت تبعته هترجع مش هيك ولا؟ هلقيت تعمل ريد كاونت حيصير ريد كاونت بكم؟ هلقيت صار كم ريدر؟ اثنين. هيلاقي الريد كاونت بس اثنين بس مش واحد مش حيطلب ده بس لانه مين اخذه؟ اللي هو اول واحد اخذه ايش؟ اول واحد سنيك ريد كاونت اي نعم. وبعدين ساب الاكس هيخش هلقيت صار كم ريدر بيقرا؟ اثنين. والرايتر خلص طيب وهو بيقرا هلقيت كم ريدر صار بيقرا كوارت ليد؟ اثنين. اجى رايتر اجى ايش؟ رايتر قال انا بدي اكتب اعمل وات على مين؟ مش هيقدر يرجع ويجيب لك لانه مين ما اخده؟ يريد الاولاني تمام؟ دبلو سم طيب از بلوكت طيب اجى الريدر اللي هو الاولاني اللي كان شغال تمام؟ يكمل بعد الرايتر صار بلوكت اوكي؟ راح خلص الريدر خلص القرايه تمام؟ هل لقيت ايش؟ حيطلع الاول حيعدل مين؟ الريد كاونت لذلك بده السيمافور الاكس تمام ولا؟ نقصها من طرف واحد صارت لقيت الليد كاونت بكام؟ واحد. يبقى مش هيسيب لسه مش هيسيب الدبليو سيف لانه في ايش؟ 1 ايش؟ 1 ريدر وسيجنال اكس خلص شغل امين على الليد كاونت تمام وهيضل الرايتر ايش؟ از بلوك. هنقول مثلا الريدر الثاني لقيت حيشتغل خلص الريد تبعه
اوكي، يبقى هينقص الجيت ريد كاونت بس قبل ويت على الاكس، صار الجيت ريد كاونت كام بعد التنقيص؟ 0 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 اوكي معناته هيرجع من الوين ويشتغل هنا وكذا تمام. واضح ان البريورتي لمين بيفضل مين؟ الريدرز، وهذا عيبها. معناته لو اجى عدد من الريدرز واجى في نصهم في رايتر، از لونج از في كونتينوس ستريم اوف ريدرز حيضل الرايتر بيستنى، وبالتالي ممكن يصير له ايش؟ ستارفيشن. ممكن يصير له ايش؟ ستارفيشن. لمين يصير ستارفيشن؟ للرايتر. اوكي ماشي. ال 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 البروجرام بتاعت الكونكرنسي كيف تفهمي اكثر؟ انك تعمل سيناريو زي ما عملته كده، مش مجرد برنامج تنقرا كده وخلاص زي اي برنامج عادي كده، ممكن تشغلي هذا شوي وهذا شوي، تعمل سيناريو كده بتتاكدي ايش انه شغال او مش شغال، تعملي كذا سيناريو كمان اوكي بالشكل هذا. تمام، بس قلنا الحل هذا ممكن يعمل استرابيشن لمين؟ للرايتر. اوكي هل جيت؟ هنشوف اللي هي سوليوشن ثاني للريدرز اند رايترز بروبلم، بس البريوتي لمين الاولويه؟ للرايترز. تمام، بحيث لو لو كان شغال في الاول رايتر بعدين اجى ريدر او اكثر بعديهم اجى رايتر، تمام، ساعتها ايش هو بيفضل مين؟ ايش بشغل في الاول مين اللي هو الرايترز. لو كان في ريدر شغال او اكثر واجى وراهم اللي هو، لو مثلا خلينا بالارقام، لو كان مثلا في ريدر شغالين واجى وراهم رايتر اوكي وبعد الرايتر اجى ريدر، تمام، ساعتها الريدر اللي اجى بعد الرايتر بيخش يشوف، تمام، بتضل يستنى لغايه ما طلع التو ريدرز اللي كانوا في الاول، بعد ما طلعوا مشغل مين؟ لما يخلص الرايتر بيشغل الريدر، تمام، بيشغل ايش؟ اللي هو الريدر. بس عشان الكلام هذا يشتغل بيلزموا السيمافورز والفيربولز التاليه. اوكي. في سيمافور ار سيم، تمام، لو في الار سيم ايش فايدة؟ زي ما حنشوف الار سيمافور لو في على الاقل 1 رايتر بيستنى بيمنع اي ريدر وراه يخش على الداتا. هذه فايدة مين؟ حنشوفها اليوم بالكود، تمام، بس لو احنا بنتكلم كده ان بروز نظرا بالكلام وبعدين هنشوف بالكود. فجيت الار سيم ايش؟ لو في اللي هي رايتر، يعني لو في ريدرز واجا رايتر، تمام، وبعديه اجا ريدر، اي ريدرز ثانيين بعد الرايتر خليه مش يخش لغايه ما الاولين يطلعوا، تمام، وفي الرايت كاونت اوكي هذا ما هنشوف، هنشوفه من الكود هنا، مش واضح الكلام هوريك اياه، تمام، وبرضه الواي هنشوف ايش فايده الكنترول على الرايت كاونت عشان يعمل عليه ميوتشوال اكسكلوجن. اوكي الرايت كاونت از جلوبال. اوكي اوكي كمان في شغله قال لي، يعني لو اجى اكثر من، لو ريدر مش قادر يخش، اول ريدر بيخليه يخش على ايش؟ يستنى على الانسب. اذا في رايتر شغال واجى ريدر بيستنى على مين؟ الانسب. اذا الرايتر لسه شغال وفي اجى مور ريدرز مش هيستنوا على الانسب، بيستنوا على مين؟ على السيمافور تاني زد.
تمام. لو كلهم استنوا على نفس السنبور ار سم ساعتها بالك هيخشوا ورا بعض الريداز، ولو واحد مرايتر هيتعطل، بس واحد بيستنى على مين؟ على الار اللي هو السم. تمام. انا شايف لو شفنا الكود بيكون اوضح. تمام. واعمل لكم سيناريو هالجيت هنشوف كيف الشيء بيشتغل. بدها برضه ايش بدكم؟ بدها تركيز، لانه هذا الكود اكبر من الكود اللي فات بشوي. تمام. مش مشكله، هنشوف. خلينا نبدا المره هذه بالريدر. كويس. الاول شوف الجلوبالز تبعونا. هاي في الريد كاونت، هذا هيعد اللي هو ايش؟ عدد الريدرز. والرايت كاونت كم رايتر بيستنى. الريد كاونت كم ريدر بيقرب حاليا. الرايت كاونت ما ينفعش طبعا يكتب اكثر واحد على الرايترز اللي بيستنى. سيما 4 اكس هنستخدم لميشر اكسكلوجن تبع الريد كاونت للريد كاونت، والواي تبع شغله هنشوف الجيت، والزد هنشوفه وهيحكوا هيبين من الكود الجيت كله. تمام. ولا نبدا بالكود. شوف لو اجى ريدر بيعمل وات على مين؟ الزد. كويس. الزد از افيلابل حيرجع يعمل وات على الارسم فيش رايتر. تمام. برضه حيرجع يعني اخذ تو سمول، اخذ اللي هي الزد قد ايش؟ قد الارسم. كويس. و بعد هالجيت هيعدل الريد كاونت، لذلك هياخد مين؟ الاكس. الاكس وظيفته بس عشان الريد كاونت، عشان يعمل عليها مش اكسكلوجن. تمام. انكريمنت طبعا هياخد الاكس ويرجع انكريمنت. صارت بكام؟ بواحد. هالجيت صارت بكام؟ بواحد. الريد كاونت اول مره واحد الفيرست ريدر، يبقى بياخد الدبليو سيم هياخد صح. خلص من الريد كاونت عمل سيم سيجن على مين؟ على الاكس. تمام. على اليمين اللي هي الاكس، وبعدين عمل سيم سيجن كمان وساب الارسم. ليش ساب الارسم؟ لا مش هيك، ساب الار سم عشان يدي الفرصه زي ما تشوف الكود بعد كده. الرايتر في الاول شيء بيطلب من الرايتر اللي هي بيطلب الار سم عشان يدي الفرصه لو اجى رايتر ياخذ يلقط، عشان لو اجى ريدر بعد الرايتر ما يعرفش ياخذ الار سم. تمام. واضح. ساب الار سم عشان يدي الفرصه لو اجى وراه رايتر ياخذه، ولو ورا الرايتر اجى ريدر مش هيقدر، هيكون ماخده ذاك وما سابوش لسه. طيب رجعت الحاسب عينا كم ريدر حتى الان؟ 1 ريدر وعمل سيجنال على ساب الزد. تمام. وبدا يفصل يقرا، وهو بيقرا خلص الكوانتم تبعه او انتربت او اي او لاي سبب، راح اجى ريدر تاني. اجى ريدر ايش؟ تاني. هيعمل ويت على الزد، هل هيستنى؟ لا. الزد افيلابل؟ لا خلص انا الزد انساب. الزد ايش؟ انساب. تمام. اجى عامل ويت على اللي هو الزد. ركزوا. ايوه تتبع، بده تتبع صح ولا لا؟ وعندنا كم ريدر قلت بيقرا؟ 1 ريدر. عمل ويت على الزد حيرجع. عمل ويت على الارسم، الارسم افيلابل فيش رايتر لسه. حيرجع. ويت على الاكس انكريمنت الكاونت، قديش الكاونت صار؟ اثنين. هيعمل باثنين مش باثنين، مش عايز مش عارف بالزام، مش لانه اخذوا مين؟ خلي بالك دبليو سم مع مين؟ مين الاول؟ الريدر الاولاني. الريدر ايش؟ اللي هو الاولاني. وساب الاكس تمام، وعمل كمان سيجن على مين؟ على الارسم، وساب الزد وصار يقرا. هليت كم ريدر بيقرا؟ تو ريدرز. تو ايش؟ ريدرز. اجى انت الربط راح اشتغل رايتر. اشتغل رايتر. قال الرايتر لقيت بده يعمل كبير للرايت كاونت. هي وظيفه الواي، هي وظيفه الواي عشان يعمل منشوك سوجر على مين؟ على الرايت كاونت. لانه جلوبال.
وبنعمل له اكسس كذا رايت كاونت تغيير. عمل وقت الواي از افيلبل اول مره انكريمنت الرايت كاونت، قديش صار الرايت كاونت؟ بواحد. طيب الرايت كاونت بواحد اذا هذا اول رايتر. عمل وقت على مين؟ الارشيف افيلبل. الارشيف افيلبل حياخذه. افيلبل حيقدر اخذه مين؟ الرايتر. وبعدين السيجنال خلص الاكسس على الرايت كاونت، سيجنال على الواي خلصنا تمام. لقيت هيعمل ويت على مين؟ الدبليو سيم. الدبليو سيم مع مين؟ يقدر الاولاني هيعمل ويت، يعمل ايش؟ ويت. هيعمل ايش؟ ويت. اوكي ماشي، ربنا يعينكم ويعيني كمان. طيب تبع صار في تو ريدرز وفي كم رايتر؟ 1 رايتر بلوكت. لو بعد الرايتر اجى ريدر جديد استنى ريدر، استنى استنى اجى ريدر ايش جديد؟ اعمل وات عايز جديد افيلابل ولا افيلابل؟ افيلابل. اذا هيرجع اعمل ويت على مين؟ الارسيم افيلابل؟ ما راح يستنى على مين؟ على الرايتر. هيستنى على مين؟ على الارسيم. حطيها على جنب كويس. حطينا الريدر تاعك على جنب، قلت له زال كم ريدر بيقرا؟ اثنين وواحد، لانه الريدر اجى بعد الرايتر ركناه على جنب لم يطلع. بعد اللي هو الريدر الثالث اجى كمان ريدر اللي هو الرابع. اوكي اعمل وقت عزيز، هل حي الوقت عزيز حترجع؟ لا أيوة. اذا لما يكون في رايتر بيستنى اتليست 1 رايتر ساعتها اول ريدر بعدهم بيستنى على مين؟ على الارسم تمام. خليهم يتراكموا الارسم تمام، والباقي على مين؟ على على الزب. اذا لقيت في 1 ريدر بيستنى على الارسم والثاني بيستنى والرابع بيستنى على مين؟ على على الزب. اي نعم. اوكي طيب لقيت هذا عملت الرابع، الريدر الرابع بيستنى على مين؟ على الزد. اجى بعد كده الريدر الاولاني اجى يكمل خلص من الريدر وبده يطلع خلصنا. اذا ايش؟ بده يعمل ديكريمنت للكاونت، بس في الاول حياخذ من الاكسس. الاكسس افيلابل. الاكسس ايش؟ اللي هي افيلابل ديكريمنت الكاونت بزيرو. لا اذا ما ينفعش يسيب لسه الدبليو سيل. مضبوط خلصنا تمام. اجى اللي هو الريدر اللي هو الثاني يكمل تمام. اوكي هو وقف هنا صح ولا كم؟ قال انا خلصت، هيعمل وقت على الاكس. الاكس اكس افيلبل ديكريمنت، صار الكاونت بكام؟ زيرو. اذا هل جت تعمل سيجنال على مين؟ دبليو. مين اللي بيستنى على دبليو سيم؟ الرايتر. انتقل من البلوك الى ايش؟ الى ريد تمام. وسيجنال الى ايش؟ اللي هو الاكس تمام. بلوك الى اللي هي الريد. هينا دبليو سيم، يبقى دبليو سيم لقيتها ترجع ونزال الارسيم مع مين؟ مع الرايتر. اوكي هيكتب تمام. بعد ما يخلص تمام هيعمل ايش؟ هيسيب هيعمل سيجنال امين على الدبليو سيم. دبليو سيم مفيش حد بيستنى عليه لسه مش هيك ولا؟ اوكي ماشي. ديكريمنت كنت عاوز اعمل لك اللي هي كمان رايتر مش مشكله. اوكي رفعت الشيء. طيب ما معك الكتب؟ طيب ماشي شغل السيرش يدوس على السيرش. Thank you.
تشتغل. تمام. خلينا نجيب كمان رايتر، كمان ايش؟ رايتر. اوكي، وهو بيكتب هنا، خلص الوقت تبعه اجى انترب، راح اجى رايتر، اجى رايتر حيبدا من اول. ويت على الواي انكريمنت هتصير بكم؟ باثنين، مظبوط. الكاونت الرايت كاونت بواحد، لا مش واحد، مش عشان الارسم لانه ماخذه لازال مين؟ رايتر الاول يعني. وبعد السيجنال على الواي هيستنى على مين؟ دبليو سيب. صار في 1 رايتر بيستنى على مين؟ دبليو سيب. وفي ريدر بيستنى على الارسم، وريدر على مين؟ على اللي هي السيب. اوكي؟ طيب الرايتر الاولاني خلص، رجع للرايتر الاولاني حنقول خلص، اعمل سجن على مين؟ هذا حتنقل الرايتر الثاني للبلوك الى ايش؟ الى ريدر. تمام؟ الى ايش؟ اللي هو الريدر. طيب هنقول صار للرايتر الثاني زريدي. طيب هنقول اللي هي هيعمل اللي هي هيرع طيب لا زريدي تمام، وبعديها هيعمل هيعمل ديكريمنت للرايت، هيصير الرايت ب زيرو، يعمل سيجنال على مين هالجيت؟ على اللي هو واحد لسه. ايوه واحد هتصير بكام؟ هتصير بواحد. بقول لكم بدا تركيز، هتصير جيت الرايت سيم بكام؟ بواحد. تمام؟ ولذلك مش هيعمل ايش؟ الارسم هيضل بلوك. اذا فيش فرصه غير امام مين اللي يكمل؟ الرايتر. وبالتالي صار واضح معناته الرايتر هذا الجديد اجى بعد الثالث الريدر الثالث والرايتر والريدر الرابع، صح ولا لا؟ تمام؟ لغايه ما الرايتر هذا الثاني صار يشتغل لانه صار ريدي. تمام، وحيكتب ويخلص، حيروح عامل سيجنال على مين؟ على دبليو سيم، صار السيم ساب السيم وديكريمنت، صارت الكاونت بكام؟ بزيرو. صارت الكاونت ايش؟ اللي هو بزيرو. الكاونت اللي هو بزيرو، الكاونت بزيرو معناته هيعمل اللي هو سيجنال على مين؟ مين كان بيشتغل على الارسم؟ الريدر، الريدر الثالث، صح؟ على الار سيم كان بيستنى الريدر الثالث هنا، صح؟ اذا حيزود الكاونت، حيصير الكاونت حقتي بكام؟ واحد. رح يطلع مش هيك ولا لا؟ ايه، يبقى بواحد حياخذ دبليو سيم ايش؟ ويرجع. ايوه ويرجع مش هيك ولا ويرجع كويس. الجيت راح عمل سيجنال لمين؟ للزد، وفي ريدر كان بيستنى عليه، يقدر بيستنى عليه. فالهيئة هو شغال هنا، تمام؟ لو اشتغل اللي هو الريدر الرابع هيقدر يعمل ويت على مين؟ على اللي هي الارسم، مظبوط. وهيرجع لانه اذا افيلبل شيك ولا هيلاقي الريدر كاونت اللي هي هالجيت صارت باثنين، مش هيطلب دبليو سب، هيصير التو ريدر شغالين مع بعض. واضح؟ كيف شغال؟ هذا اوكي ماشي. طيب يبقى الحل هذا حل للريدرز رايترز بروبلم باستخدام السيمافورز، والرايترز لهم ايش؟ اللي هو بريورتي على الريدرز. تمام، عمل لنا حل ثالث لل باستخدام المسجز، المسج باسنج، والاولويه للرايترز. تمام، الاولويه الاولويه للرايترز، بس عامل كنترول بروسيس، هذه وسيط بين الريدرز اند الرايترز. اي شيء بده يشتغل على الشير اوريت بيبعتها مين؟ بيبعتها الكنترول بروسيس، بيبعتها يا ريد ريكويست اذا ريدر، او رايت ريكويست اذا 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 رايتر. اذا
الكنترولر بده يديله الفرصه يقرا ويكتب، يبعث له اوكي مسج، مسج فيها بس اوكي، بس بحيث الريدر لما يخلص من قرايه بيبعت فينيشد مسج انه خلص، والرايتر لما يخلص بيبعت ايش اللي هي بيبعت فينيشد برضه مسج. لذلك بيلزم اللي هي ثلاثه من البوكسز، يعني الكنترولر هيستقبل ثلاث انواع من المسجز، تمام، الفينيشد والريد ريكويست والرايت ايش ريكويست، تمام، ثلاث انواع من ايش من المسجز. فبده ايش عامل ثلاثه بوكسز، عامل ميل بوكس للفينيشد مسجز، وميل بوكس للريد، وميل بوكس لمين للرايت، تمام. احسن ما يعمل، بينفع يعمل ميل بوكس واحد ويبعت له بس، هاي لما يبعت لما يجي يدور على ايش بيقعد يبر فيهم مش هيك ولا هيك، عامل واحد للفينشت وواحد للريد وواحد للرايت، ريح راسه، تمام. اوكي ماشي، تلاقي احنا الجامعه مثلا الميل بوكس لها ميل بوكس واحد، كيف بيجي البريد للجامعه؟ نكتب العنوان، بيجي على بريد الجامعه يكون مثلا هنا في السرايا او مش عارف وين او كذا، بيجي على الجامعه بالاول بيفرز الموظف هنا، بوصل هنا افرز على الكليه، بوصل بعد الكليه تفرز على مين؟ على الاقسام، بتغلب لا لا انا بقدرش اعمل لكل قسم اللي هي ميل بوكس ولا كل كليه، لا الجامعه كلها بكون ون ايه؟ ون ميل بوكس، بس بدها بعد كده يفرز مش هيك ولا لا هنا عمين حكمل بوكس ثلاثه لكل من المسجز في ون ميل بوكس، تمام. وبعدين كنت اعزم حنشوف في الاول بيخدم الرايت ريكوست مسجز، معناته الاولويه واضح لمين حيكون؟ للرايترز، وبعدين اللي هو الريد، تمام. ويضمن لي حكايه الايموشنال اكسكلوجن كمان، لما يكون جاست وان رايتر، اذا بدنا نكون وان رايتر ما شيء مش حيقدر يخش رايتر ثاني. طب اذا كتبنا مش حيصير الترانزيشن لو ضل اجى ريدر ضل يستنى على الارسم بعدين ضل يجي رايتر 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 رايتر، يعني انت سالت سؤال كويس، يعني اللي هو ايش الجواب تبعه؟ الجواب التالي، شفت المثال تبع اللي هي تبع الضرب تبع اللعبه، او مثلا لما انتم تخشوا على انتم كم طالب في الجامعه طالب وطالب؟ يطلع 25000 طالب وطالب تقريبا، اوكي، شو لكم على الداتا بيس تبع الجامعه؟ في الغالب ريد، تمام، والرايت بيكون قليل، كل قديش انت مثلا بتعدلي في الداتا بيس بدايه الفصل في الظهور والتسجيل بتعدلي على فكره في الداتا بيس، وكل سنه سنتين بتعدلي بياناتك تغيري عنوانك تغيري جوالك تغيري الايميل تغيري كذا، لكن مين اكثر اللي هو ناس اللي هو الموظفين مش هيك ولا؟ فمين لاي داتا بيس الريد ريكويست بتكون اكثر بكثير من ايش؟ من الرايت، زي على جوجل مثلا، كل شغل على جوجل معظمه في الشاش تخلوا ريد لو جاست ريد بتخش على تيجي مضبوط ولا نادر، لما اذا بتخش بدك تعبي طلب منحه طلب شغله بتحط انفورميشن يو ار رايتنج، تمام، لكن في الغالب 10% شغله بيكون ايش ريد، ترى الرايترز مش خوف منه، هذا سبب زي طول بالك. زي سبب ثاني مهم كمان اللي هو ايش، لو في مثلا اللي هي شركه طيران كويس، وناس بتطلعوا بس بده يشوفوا ايش الافيلابل وقديش اسعارهم، بس بده يقلل يشوف الرحلات لوين وقديش بتاخذ وقت وقديش حتطير وقديش حتنزل وقديش المصاري، واللي بس بده يقرا لسه بده يسافر بس لسه ما بدوش يشتري، يعني هي جاست ريتك، تمام. واحد ثاني بده يشتري يعني يعمل ابديت، يعني اذا في مقاعد خمسه اذا اشترى حيشتري بكام؟ اربعه. الافضل ادخل مين في الاول؟ الرايت، عشان يعني يغير الداتا على بسرعه، عشان الريدر يشوف حاله جديده، الحاله ايش؟ جديده، ايوه، عشان يعمل ابديت مظبوط ولا لا، عشان يعكس الحاله الجديده، ادي الرايتر عشان يشتري وكذا، او شيء من ناحيه بزنس عشان يشتري، ومن ناحيه كداتا يصير الداتا الجديد الريدر يغير الداتا، يقول لك ما حد اشترى خلي بالك اربع كراج ضايع، تمام ولا تمام. فالافضل دائما يخش الرايتر قبل مين؟ قبل الريدر. ايش كنت بتقولي؟ كيف؟ ممكن ممكن اه ممكن اه ممكن اذا زملائك بتقول انا بديش يعني موضوع لا انا ممكن هو ريدر ودي بروتو مرات اكثر من هذا، ممكن ممكن اوكي نديله اللي هي بروتي اكثر من ال هي
الدخل البريوريتي تبعت البروسيس، تمام، هي حكايه هيشتغل مين في الاول. لكن حتى البريوريتي خلي بالك الموضوع هنا مش بريوريتي بس، يعني ممكن الكل يخش في الموضوع، بس الموضوع في الاساس حتى الدخل البريوريتي بيضمن حكايه المشرف شنجين، لو في رايتر ما حد يخش، تمام. لكن لو انا عامل حل سكوشن للرايترز كويس، البريوريتي للرايتر وفي رايتر كان شغال، تمام، واذا رايتر ثاني اللي بده يشتغل، واذا ريدر بده يشتغل، تمام، وريدر بعد ايش؟ الرايتر. لكن الحل في الاساس البريوريتي لمين؟ للرايتر. ساعتها اذا بده يمشي على البريوريتي بده يشوف، مين على البريوريتي، ريدر ولا الرايتر. ساعتها اذا شغال على البريوريتي هيستنى الرايتر الاولاني يطلع، تمام، عشان يخشش مين؟ ريدر. فممكن تعجز زي ما كان ريدر، تمام ولا لا؟ لكن البوينت هنا ايش النقطه؟ انه في اي وقت بالك كم رايتر بيكون؟ جاست وان، هنا اللي هي العقده، يكون ايش؟ يكون جاست وان رايتر، تمام، وان رايتر. لكن كم ريدر؟ اي عدد، تمام؟ بعدين بدي اطبق سكيم ثاني في السكيدولينج وادخل في الموضوع بيخش بينفع، بس هيتعقد طبعا شو والكود هيختلف، تمام. لكن ات اني وان تايم يو هاف يعني انك تو تيك تو اكونت اللي هي الشروط اللي حطيناها بشكل ولا وان رايت ات تايم واي عدد من اللي هي الريدرز، اوكي، اي عدد من الريدرز. طيب احنا صار هيك بالخمس دقائق انا مش هلحق اشرح لكم هذا الكود، الكود هذا برضه بيغلب ان شاء الله، خلينا المره الجايه. Thank you.